قولي لي بقى، يعني مظاهر او يعني الشكل الحب من ربنا سبحانه وتعالى لنبيه الكريم واضح في كل حاجة. احنا بنقول لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، في كل اذان بيذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يوم بعد ربنا سبحانه وتعالى على طول 5 مرات في اليوم. لما بنيجي يعني نشهد الشهادة لازم نذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام بعد برضو ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يعني قال لنا فاتبعوني يحببكم الله على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ان احنا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم عشان ربنا يحبنا. فربنا سبحانه وتعالى جعله موجود سبحان الله في كل شيء، على سبب في كل شيء سبحان الله. فايه الجمال ده؟ ده سيدنا النبي عبير صلى الله عليه وآله وسلم هو الحب اللي ربنا خلقه في الدنيا. الله، مش سيدنا النبي قال ان الله خلق الرحمة 100 جزء، جزء نزل في الدنيا و99 مدخرين إلى يوم القيامة. ما هي دي سيدنا النبي؟ ما هي الرحمة دي؟ هو ده سيدنا النبي. 99 رحمة بتوع يوم القيامة دول هم دول سيدنا النبي. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مفيش حد في الدنيا حد حب كما أحب رب العالمين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث اللي رواه الحاكم بإسناد صحيح، بعض الناس ضعفوا الحديث لكن الحديث صححه الحاكم في المستدرك على الصحيحين. قال من رواية سيدنا عمر بن الخطاب فاروق الأمة أن آدم عليه السلام لما اقترف الخطيئة وأهبط من الجنة فقال اللهم إني أسألك بنبيك وحبيبك محمد إلا غفرت لي. فربنا سبحانه وتعالى قال له يا آدم وما أدراك بمحمد. انت وقت الخطيئة ده كان لسه في أول الخلق، أول بداية الخليقة. قال وما أدراك بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال أي ربي لما خلقتني بيديك ثم اقترفت الخطيئة رفعت رأسي فرأيت مكتوبا تحت العرش أو على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلمت أنك لن تقرن باسمك إلا أحب الخلق إلي. فقال بلى يا آدم صدقت، ولولا محمد ما خلقتك سبحان ولا الله خلقت الدنيا.